وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما وافق أيضا المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفي مستهل الجلسة أحال المجلس 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون وعدد من النواب لاقتراحاتهم حول مواد القانون. أن مشروع القانون قد رصد المعوقات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنة 2019 وسعى لحلها. لذا وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقع تأمل التفضل بالموافقة على ما انتهت إليه بالصيغة المعروضة. نظرا لأهمية مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي لأي دولة عايزة تعمل تنمية مستدامة، لأن أي دولة عايزة تعمل تنمية مستدامة في مثلث ذهبي للتنمية أحد أضلاعه الحكومة ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص. وفي النهاية أنا كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوافق من حيث المبدأ، وبدعو الحكومة بدعو المجلس الموقر للموافقة. وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض من الحكومة لمنح الفرصة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للتمتع بمزايا قانون 149 لسنة 2019 وتحقيقا للمرونة والموائمة في هذا الشأن. الجلسة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تستأنف الأحد 17 من أبريل المقبل.